وصلنا لاخر فقرات برنامجنا كالمعتاد، فقره سهم وقوس. مفيش شك اننا بنكون فرحانين وفخورين باي انجاز بيحققه اي مصري في اي لعبه، بس الحقيقه اللي مفرح الناس اكتر واللي بيدعو للتوقف عنده هو فكره وجود طفره في لعبه ما. الاجتهاد والتطور بيفرض علينا الاحترام والاهتمام وتسليط الضوء، وده اللي حاصل مؤخرا مع لعبه الخماسي الحديث في مصر بعد ما شرفنا بتشريف احمد الجندي وفوزه بميدالية فضية في أولمبياد طوكيو. بيجي الدور على أبطال جدد وأحدثهم طبعا معتز وائل، متوج مؤخرا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم الخماسي الحديث للشباب، غير تتويجه بفضية وبرونزيتين، يعني أحرز 4 ميداليات بالبطولة عشان يعلن عن ميلاد بطل جديد في رياضة الخماسي الحديث. بيسعدني وشرفني يكون معايا النهاردة كمان المدرب الكوف كابتن هشام سليمان، مدرب منتخب مصر للعدو في الخماسي الحديث. يا كابتن هشام، يا كابتن معتز، منورينا. اهلا بحضرتك. نهاركم ابيض في البداية. نهارك ابيض ان شاء الله. معتز بقى، عايز ابدا من عندك كده. اخر بطولة احنا شاركنا فيها الخماسي الحديث، بطولة اسكندرية، حققت فيها 4 ميداليات، عايزك تكلمنا عنها وعن المنافسة فيها كانت عاملة ازاي؟ أنا بدأت في الأول بالتتابع للأولاد، كنت أنا ومازن طارق فيه، لعبنا السباحة، خرجنا تاني، بنبتدي بالسباحة، وبعدين السلاح لعبنا برضو، خلصنا تاني في الفرق، والفرق الأولى كانت في مصر برضو، كان فيها عمر سامح وسيف البنداري. لعبنا بقى الكومبايند وخلصنا أول كده، وجبنا أول ميدالية ذهبية في البطولة. تاني سبق كان التتابع مع أميرة أنديل، لعبنا السباحة والسلاح برضو، وكنا خارجين أو تالت، والكومبايند خلصنا تالت برضو، وحققنا ميدالية برونزية. لعبت الفردي، انا كنت يعني عامل حسابي ان انا ان شاء الله ربنا يكرمني واجيب ميداليه ذهبيه، بس يعني ربنا ما وفقنيش. لعبت السباحه في الاول، النضاره اتقلعت اول ما نطيت من السباق. يا نهار ابيض، صعبه جدا. ده انا كنت حاسس بقى يا نهار ابيض انا هعمل ايه. بتقلل من قوه السباح قد ايه من غير نضاره دي؟ هي مش بتقلل، هو انا مش شايف حاجه، وانا اصلا بلبس نضاره كمان، فانا مش شايف حاجه. عدلتها وانا عايم، وبعديها عمت وعليت عن الرقم المفروض كنت ادخله 7 ثواني، يعني 14 نقطة. دخلت السلاح زي كنت مهزوز سنة، بس يعني كان معايا مدربيني كانوا واقفين معايا. طلعت ال 13. بدأت الكومبايند في سبق الرماية، في الجري والرماية. في السبق كنت مقلق سنة من الرماية والسبق، بس كابتن هشام يعني كان جاي يجي يشجعني وبتاع. يعني جه قبل السبق انا كنت قاعد برمي مش عارف ارمي، انا مدربي الرمايه كابتن ميدو كان قاعد بيديني نصايح وكده، وكابتن هشام انا ما كنتش عارف اعمل حاجه في السبق، كنت ارمي واضيع اضيع اضيع ده في التسخين. كابتن هشام جه قال لي انت اتمرنت وتعبت، ان شاء الله ربنا هيكرمك، سيب النتيجه على ربنا، انت تعبت وان شاء الله ربنا هيكرمك عشان انت تعبت. والحمد لله من ال 13 ودخلت الثالث الحمد لله. الخمس ألعاب، إيه أكتر لعبة كنت مميز فيها؟ الجري والرماية. أكتر حاجة حققت فيها؟ حققت أصلاً قبل كده في 2015 أول بطولة عالم، 2016 أول بطولة عالم لعبتها في البرتغال، حققت ميداليتين ذهب، كانت في الجري والرماية بس. وفي 2017 حققت ميدالية برونزية في الجري والرماية، كنت بلعب مع السن أكبر مني. في أيرلندا في 2018 حققت ميداليتين، ميداليتين. عايزك تكمل بقية الحاجات اللي انت خدتها قبل كده، بس نروح للكابتن هشام بقى مدربك في الجري. طبعا يعني هو السبب طبعا وعامل مساعد جدا، وهو اللي بيكوتشنج معاك. كابتن هشام، حضرتك يعني ليك رصيد كبير جدا في العاب القوه، حضرتك كنت لاعب العاب قوه، حققت نجاحات كبيره. عايزك تكلمني في البدايه بقى عن النجاحات اللي حققتها والخبرات اللي اكتسبتها لحد ما مسكت مدرب العدو في منتخب مصر الخماسي الحديث. بدايه احنا مبسوطين جدا ان احنا موجودين مع حضرتك في برنامج نهارك ابيض، من افضل البرامج اللي احنا بنحب نتفرج عليها، يعني سعداء ان احنا موجودين معاك. تاني حاجه، انا بس الخماسي الحديث نقطه، انا حابب اعرف الناس بالخماسي الحديث. الخماسي الحديث هو عباره عن 5 لعبات بيبدا من السن الصغير. دلوقتي احنا عندنا 2015 14 ده اول مشاركين السنه دي في 2021،
الولاد بتبدا طبعا، عشان الناس بتسال ازاي الناس بتلعب 5 لعبات، هما سباحه وجري ورمايه وفروسيه وسلاح. بيبدا النشء الصغير بيلعب بلعبتين بس، السباحه والجري، وبعد كده بيضاف لهم لعبه الرمايه، وبعد الرمايه بيبدا يضاف لعبه السلاح، وبعد السلاح الفروسيه. على مدار يعني اول ما بنوصل 16 او 17 سنه بيبقى الولد متمرس في 4 لعبات، عن 18 سنه بيقدر يلعب ال5 لعبات. ده عن الخماسي الحديث. بدايه بقى انا طبعا بدات التمرين كمدرب 95 1995، فقالي 25 سنة مدرب. اشتغلت في ألعاب القوى فترات طويلة جدا. كان أول حلم أولمبي بالنسبة لي كان 2010 أولمبياد سنغافورة للشباب، كانت أول بطولة أولمبية للشباب. كان عندي ولد اسمه أحمد عبد الكريم من نادي طلائع الجيش، ده كان أول حلم أولمبي بالنسبة لي. والحمد لله قدرنا نتأهل. طبعا أنت عارف ألعاب القوى صعبة جدا في المسافات المتوسطة والطويلة، وقدرنا نحقق في أولمبياد سنغافورة المركز الرابع بعمل الولد 22.05. يمكن خسرنا الميدالية البرونزية على خط السبق، خط النهاية في السبق. دي كان أول حلم أولمبي بالنسبة لي. الحلم الأولمبي الثاني بعد ما اتجهت للخماسي الحديث من 2008-2009، كانت بدايتي مع احمد اسامه الجندي، ولد اسمه ادهم ايمن ابراهيم. دول اول ما مرنتهم صغيرين، كان عندهم 7 أو 8 سنين. كان الحلم الاولمبي الثاني بالنسبه لي كان منتخب يا كابتن، مش كان فنادي. كان لسه مش منتخب، ولا انا كنت لسه منتخب خماسي. كنت العاب قوه منتخب مصر، العاب قوه بس، كنت لسه ما اتجهش احمد جندي. كان اول ما بدا نادي طلائع الجيش، بعد كده اتجه لنادي الصيد، ومن نادي الصيد اتجه لنادي الشمس حاليا اللي هو بيمثله بقاله 3 سنين أو 4 سنين في نادي الشمس. نادي طلائع الجيش والمؤسسه العسكريه كابتن منبع لخروج ابطال في كل الالعاب، سواء بقى رفع الاثقال سواء العاب القوه. بصراحه بيبقى مؤسسه فيها انضباط، وبيهتموا جدا بالالعاب الفرديه اللي ممكن ناس كتير ما تهتمش بيها. حقيقي الثوره الرياضيه اللي بدات في الرياضه المصريه في الالعاب الفرديه خصوصا بدات انتشار رهيب جدا لما بدات تجه المؤسسات العسكريه زي المدرسه الهايك ستيب ومدرسه اسماعيليه واسكندريه، وكم المدارس الرياضيه اللي فتحها الجيش في الفترات الاخيره. هي كانت المناره اللي بيخرج منها لاعبين على مستوى عالي جدا على المستوى العالمي يعني. فدي كان ليهم دور وفضل كبير جدا طبعا، بجانب وزاره الشباب والرياضه ودور الدوله والقياده السياسيه في الاتجاه والاهتمام بالرياضه في الفترات الأخيرة. على مدار احنا 6 سنين أو 7 سنين الدولة بتشهد تطور رياضي غير عادي في كافة المجالات، مش بس الألعاب الفردية، وده يحسب للقيادة السياسية وللجيش. أرجع أكمل مع حضرتك. قولي بقى، وصلنا بقى لتدريب منتخب مصر. حضرتك مسكت فريق الجري في منتخب مصر إمتى وجات إزاي؟ 2013 بوجود الاب والقائد لينا شريف العريان. طبعا المهندس شريف العريان محافظ الالقاب، هو كان اول دوره بالنسبه له كرئيس الاتحاد. بدا يعلن عن ان هو محتاج مدربين للعدو جوه الخماسي الحديث، وكنت انا قدمت ورقي في ورق الترشح في الفتره ديت، والحمد لله يعني اتقبلت في بصفه ان انا كنت موجود اصلا في العاب القوى، وده ايفنت خاص يعني في العاب القوى. الحمد لله كان الواحد مميز فيه من فترات. وبدات اتجهت 2013 أو 2014 دخلت منتخب الخماسي الحديث. بعدت شويه عن العاب القوى لان كان تاني حلم اولمبي بالنسبه لي اللي هو 2018، بدات فيه مع احمد الجندي من بدري جدا. من 2014 بدانا نتجه للموضوع دوت، ان انا عايز احقق ميداليه اولمبيه في 2018 بالولد دوت. بفضل الله قدرنا نحقق اول بطوله اولمبيه، اول بطوله دوليه لاحمد الجندي كانت 2016. كانت جري ورمايه وجري ورمايه وسباحه بس. كانت في ايطاليا 2016 والحمد لله خد فيها اول. بعدها بدانا بقى مشوار الحلم الاولمبي لغايه لما بفضل الله قدرنا في 2018 نحقق اول ميداليه لمصر في الخماسي الحديث في اولمبياد الشباب 2018 باحمد الجندي، وكانت سلمى ايمن طبعا بنتنا. حققنا 2 ذهب وكنا مشاركين بكوتا كامله ولد وبنت ممثلين لافريقيا والدوله المصريه. الحلم الثالث الاولمبي ده يعني ده من اكبر المطاف اللي انا من 2010 من وانا مع احمد عبد الكريم في العاب القوى كان بيراودني ان اعمل ميداليه اولمبيه في الكبار. وبفضل الله قدرت من 2018 اشتغلنا انا واحمد والمجموعه طبعا بتاعت احمد، المدربين، الجهاز الفني الكامل بتاع احمد، على ان احنا نقدر نحقق ميداليه في اولمبياد 2020. السنه اللي اتاجلت فيها البطوله عشان الكورونا كانت بمثابه سنه اضافيه لاحمد لاكتساب خبرات واكتساب مستويات، لان احمد طبعا سنه صغير وقت اكبر كمان في الاستعداد، وقت اكبر في الاستعداد. عايز اروح لمعتز بقى يعني. تعال نروح لمعتز وتقول لنا ليه اخترت بقى الخماسي الحديث. انت اتكلمت على البطوله الاخيره، فعايزينك بقى تتكلم ليه اخترت اللعبه دي. انا كنت في الاول خالص كنت بتمرن غطس، وبعدين حصل يعني شويه ظروف كده ما قدرتش اكمل. كان اخويا الكبير واختي بيلعبوا خماسي،
فاهلي قالوا لي، قعدت فتره بعد ما سبت الغطس ما اتمرنش رياضه، فاهلي قالوا لي ما نجرب الخماسي وتخش تشترك معاهم ونجرب، فدخلت الخماسي. حلو. قول لنا بقى يومك بيبقى ماشي ازاي؟ بتتمرن كام يوم في الاسبوع؟ حصصك التدريبيه بتتمرن كام ساعه في اليوم؟ لا يعني التدريب في كام تمرين في اليوم؟ ممكن التمرين 4 تمارين في اليوم. في الاسبوع بقى هو انا بتمرن كل يوم ما عدا الجمعه، بيبقى راحة سلبي. ايه تاني؟ ايه بتعمل ايه تاني يعني؟ كام انت قلت لي كام يوم في الاسبوع؟ كل يوم، كل يوم عن الجمعة كل يوم ما عدا الجمعة. وكام ساعة في اليوم؟ يعني ممكن نوصل ل6 ساعات كده. نظام التغذية بقى ماشي معاك ازاي؟ بتتابع مع حد؟ في حد في المنتخب بيتابع معاك القصة دي عشان ما تلخبطش طبعا في الاكل في البيت طبعا؟ لا بس لسه من فترة متابع مع دكتور عبد الرحمن، شغال بقى بمواعيد مواعيد، يعني مثلا أكل 4 الفجر عشان بتبقى السباحة من 4 الفجر، بعد السباحة الفطار الوجبة عادية كده، الساعة 3 قبل تمرين الجري، والساعة 6 بعد التمرين ما يخلص. حلو. بتستعد ازاي بقى؟ تعال نبص على الصورة دي. كابتن هشام. كابتن هشام شايلك. ها، صورة عظيمة دي. اهو تحس ان هو تعب معاك وتعب معاك، وعشان كده انت برضو انت كنت عند حسن ظنه فهو شايلك على كتفه. احكي لي الصورة دي. انا اول ما بدأت اصلا خماسي، انا بدأت من 2015 مع كابتن هشام جاري، يعني انا من ساعة ما بدأت خماسي وانا مع كابتن هشام. عدت علينا فترات، يعني في الفترة الأولانية ما كنتش أصلا بحقق نتائج. كابتن هشام لا بيقول لي استنى بكرة أنت هتلاقي نفسك فين وإن شاء الله هتوصل لحاجة كويسة. الصورة اللي حضرتك شفتها دي كابتن هشام متعود بعد ما كنا بنكسب كل بطولة لازم الصورة دي لازم لازم يشيلني يشيلك على كتفي. يعني، ان شاء الله كل البطولات اللي تشارك فيها يشيلك على كتفه وتفضل كده فخر ليه، لان هو خلي بالك بيحس ان تعب معاك وكان في نتيجه للتعب ده. الحمد لنا لله. قول لنا بقى ازاي بتأهل نفسك قبل اي بطوله؟ يعني بجهز. هل بيبقى في كثافه في الحمل البدني؟ بتشتغل على ايه اكتر؟ لا انا يعني بشتغل على نفسي في التمارين اكتر، يعني بظبط كل تمارين يعني بطريقه افضل، كمواعيد كاكل كنوم ككل حاجه. التمارين بتبقى اثقل كده يعني. نروح للكابتن هشام بقى. كابتن هشام، حضرتك خدت افضل مدرب في بلغاريا بعد بطولة العالم، احكي لنا التفاصيل دي والانجاز ده واللقب ده. الحقيقه احنا عندنا حاجه في الخماسي الحديث، ان في ايفنت بيبقى في البطوله، ان الولد لما بياخد في ايفنت الفردي ذهب بياخد المدرب بتاعه ذا بيست كوتش اللي هو افضل مدرب في البطوله. الجايزه اللي انا خدتها عن النتيجه اللي حققها معتز في بلغاريا في 2019، وكان عامل 3 ذهب وواحده برونز في البطوله ديت. بفضل الله هو حسم الميداليه الذهبيه في البطوله تحت 17 سنه، كان ده المرحله بتاعته. بفضل الله خدت الجايزه دي عن الايفنت ده في 17 سنه في بلغاريا. ايه اهم مميزات اللاعب الخماسي الحديث؟ يعني لازم يبقى عنده قدرات ايه معينه عشان يبقى لاعب خماسي حديث ويعرف يعمل توازن ما بين المنافسه في ال5 لعبات؟ بص، هو الخماسي الحديث بينقسم للعبتين، في لحاجتين يعني، في العاب فن، في العاب تكنيك يعني، وفي العاب بتبقى معتمده عن الساعه او التايم او الباور. لما بيتم اختيار لعيب الخماسي احنا بدايه بيبدا بالسباحه، فدايما احنا اتجاه المدربين الخماسي عينهم بتروح شويه ناحيه السباحين الجامدين عشان نبدا نكمل الايفنتات بتاعتهم، بس بنبدا المسطره بتاعتنا من لعيب السباحه بصراحه يعني. لازم يبقى لعيب سباحه قوي يعني عشان بنختار يعرف بنختار الخامات الافضل اللي ليها افضليه في السباحه، ونبدا نشتغل بعد كده معاها، ندخل الجري وبعد كده بقيه الايفنتات زي ما قلت لحضرتك يعني. تمام. ايه اللي بيميز بقى معتز عن اي لاعب تاني؟ يعني انت حضرتك دربته ودربت الجندي ودربت لعيبه كتير، ايه اللي بيميز معتز وخليه كده واحد هو بطل طبعا وخليه مؤهل ان هو ياخد بطولات اكتر؟
بص والله خلينا نقول ان يعني احمد الجندي هو بقى دلوقتي هدف لكل الاجيال الصغيره في الخماسي الحديث. الحاجات اللي في معتز مشترك فيها جدا مع احمد الجندي الحاله النفسيه واصراره والعزيمه والمستهدف بتاعه، بيقدر يشتغل على نفسه كويس. نادرا ما تلاقي لعيب مخه بيفكر في حاجه فجسمي ينفذها. انا ممكن اكون لعيب عندي في دماغي افكار كتير جدا، او انا عايز اوصل لحاجه معينه جدا، بس الجسم مش بيستجيب للكلام ده. فيهم شبه من بعض يا كابتن، بص الصوره دي جدا. دي حقيقه. دي بطوله، ودي بطوله. البطوله اللي احمد فيها رقم 15 ديت، دي اللي اتاهل بيها للاولمبياد، كان ترتيبه ال 15 وقدر يحسم الميداليه الثالث، وتاهل بفضل الله باي نيم على طول، اتاهل مباشر للاولمبياد. استاد القاهره دي يا كابتن، صح؟ في استاد القاهره. ودي المعتز في اسكندريه. الاثنين فيهم حاجات كتير جدا من بعض. يمكن انا لما ببص الاثنين في سمات شخصيه وقوه واراده وعزيمه عند الاثنين غير عاديه يعني. ودي الصوره دي رقم 4، دي اللي احمد اتاهل بيها، خد بيها ذهب واتاهل بيها لاولمبياد الشباب اللي على اليمين. والصوره اللي على الشمال اللي لابس فيها لاموني ديت معتز، ده اول تحت 17 سنه. وفيهم حاجات كتير صراحه متشابهه، حتى احتفالاتهم شبه بعض. حتى احتفالاتهم شبه بعض، دي حقيقه. ازاي بقى حضرتك كنت بتكلمني عن اللعيب لازم يكون مؤهل نفسيا جدا قبل اي بطوله، ازاي بقى بتشتغل على العامل النفسي مع اللعيب عشان تخلق منه بطل اولمبي؟ احنا الاتحاد عندنا موفر دكاتره نفسيين للايفنت للعيبه الخماسي الحديث، متوزعين. يمكن في عندنا اكتر من واحد عشان بس ما اقولش حد وانسى حد، بتقسم مجموعه اللعيبه عليهم. الاهتمام من الاتحاد بكل النقط الصغيره والكبيره، حتى التغذيه، النقطه اللي انت حضرتك سالت عليها معتز، احنا عندنا دكاتره تغذيه خاصه في الاتحاد. الجهاز الفني بالكامل جوه، يعني جوه الاتحاد مفيش حاجه بتتساب للظروف بفضل الله يعني. معتز، عايز اتكلم بقى عن دور الاسره معاك. دور طبعا كبير، وانت انت بتدرس ايه الاول؟ عايزك انا في ثانويه عامه. انت في ثانويه عامه. دور الاسره معاك ازاي بقى، وبتقدر تفرق ازاي ما بين الرياضه، وبتقدر تكون متفوق في الدراسه؟ الكيمياء دي والمعادله دي بتعملها ازاي؟ مبدئيا هو في الرياضه بابا وماما داعميني بشكل مش طبيعي. بابا معايا في كل خطوه انا بمشيها، يعني انا مش قادر اجيب كلام اوصف بيه انا فخور او مبسوط ان بابا معايا في المشروع ده ازاي، وماما كمان. اخواتي كمان، انا كان املي ان انا عمر اخويا الكبير كنت واخده قدوه ليا ان انا في الخماسي وان انا ابقى زيه وبتاع. بيشجعني وخدت منه خبرات كتير جدا اتعلمتها منه. ايه يعني اصل دور الاسره طبعا انت مفيش كلام يوصف زي ما انت قلت، فعشان كده عطلت في التعبير عن الشكر للاهل. كابتن هشام، في 2009 اتجهت للتدريب، صنعت عدد كبير جدا من الميداليات، عايز حضرتك تكلمنا عنها. الحقيقه في الخماسي الحديث اتجهت ليه 2009، بدات ببطولات البياسل والترياسل والليزر راند، جه بعد فتره يعني. قدرت الحمد لله اعمل اكتر من 50 ميداليه على المستوى الفردي ومستوى الفرق في خلال السنوات الاخيره. خلال 8 سنين بس يا كابتن. اكتر من 50 ميداليه على مستوى في بطولات العالم، بياسل وترياسل وليزر ران وخماسي او رباعي في خلال الثمان سنين الاخرانيين. الحقيقه الخماسي الحديث بفضل الله انا يعني قدرت احقق فيه طموحي اللي انا كنت بحلم بيه من وانا حتى مدرب صغير من 95، ان انا اوصل لمنصات التدويج في بطولات العالم ومنصات التدويج للبطولات الاولمبيه، والحمد لله تتحقق بعد فضل الله يعني خلال التسع سنين الاخرانيين يعني. واتمنى ان احنا 2024 تتوج بالذهب يعني. اشكرك جدا كابتن هشام، بشكر معتز طبعا، كنتوا معانا نورتونا في نهارك ابيض. كان نفسي يبقى عندنا متسع من الوقت، ان شاء الله نتقابل تاني وانتم محققين بطولات ودايما رافعين اسم مصر في المحافل الدوليه. ان شاء الله ان شاء الله. احنا مبسوطين جدا ان احنا موجودين مع حضرتك. ربنا يخليك. دي كانت اخر فقرات نهارك ابيض، انتهت فقره سهم وقوس، لكن نهارك ابيض مع اشراقه يوم جديد. بكره ان شاء الله في يوم جديد من نهارك ابيض. الى اللقاء.